عبد المنعم تامر، اهلا بيك. ازيك؟ اقول صباح الفل. ازي صحتك؟ صباح الفل. كان نفسي يبقى معانا بس انت عارف ان انت بتصور. طيب انت مش شايف ان انت عامل سوزان تميم وهشام طلعت مصطفى وبينهما محسن السكري بالضبط مفيش يعني تفاصيل بسيطه، بس بدل ما اقتلها في دبي هقتلها في لندن؟ هو مفيش حد اتقتل في العالم كل واحده اتذبحت تبقى سوزان تميم. انا بص، انا بعلم من خلال برنامج حضرتك، لو في حد يعرف يكتب اربع اسطر عن سوزان تميم انا هديله جايزه 100,000 دولار. لو في حد ايه؟ يعرف يكتب حاجه عن حياه سوزان تميم، اربع سطور عن سوزان تميم انا مستعد اديله 100,000 دولار. طب هل الصوت واضح كده يا جماعه؟ صوت ايه؟ طيب عشان الصوت بتاعك بس عايز صوتك يعلى شويه. ليه الناس ممكن تكتب عن سوزان تميم؟ اولا من خلال مستندات القضيه او من خلال حتى الحلقات التلفزيونيه الكثيره اللي شاهد فيها زوجها الاول، زوجها الثاني، كل الذين احاطوا بها، ممكن اي حد يكتب. اجيب منين الاوراق بتاعت القضيه؟ في المحكمه؟ لا انا ما استعنتش باوراق القضيه وما جيتش جنبها خالص، وانا شايف ان انا من حقي كفنان ان انا اقتبس مثلا الاستاذ نجيب محفوظ لما عمل اللص والكلاب، وحضرتك استاذ كبير وعارف لما جه خد، هل مش ده سفاح السفاح محمود امين سامي اللي خد عنه القصه انه سفاح ظهر في مصر وراح هو عامل اللص والكلاب روايه ونجحت في السينما ونجحت في التلفزيون، تاثر بيها، لكن سعيد مهران مش هو محمود امين سامي. انا طبعا القضيه بتاعت سوزان تميمي المطربه الله يرحمها ورجل اعمال كبير وعضو في الحزب الحاكم يتورط في قتلها مع ضابط امن دوله، انا ممكن اتاثر فيها، لكن ان انا اقول ان انا بعمل روايه عن سوزان تميم او الاستاذ المهندس هشام طلعت مصطفى انا بظلم روحي قبل ما اكون بظلم. انا بتعرض لمصر في عام 2010، العام اللي سبق الاحداث بتاعت يناير وما حدث فيما بعد من، وانت طبعا بتحب تسميه ثوره، لكن انا يعني رايي الخاص ان انا بحط وجهه نظري في السنه دي. هي لا بمتدح نظام مبارك ولا بشتم نظام مبارك ولا بمتدح الاخوان ولا بشتم الاخوان، لكن انا حاطط مجموعه ظواهر جنب بعض من خلال حادثه شيقه اللي هي تورط فيها جمال رأفت ابو الوفا، حتى هتلاقي اسمه شويه قريب من هشام طلعت، اللي هو هشام طلعت يعني هم بيقولوا كده. لكن وانت تؤدي دور محسن السكري؟ لا انا يعني انا اعرف محسن لكن مش بادي دور، هم بيقولوا برضو كده. ودول اللي بتادي سوزان تميم والله ما شبهها اهو، فما بقدمش دورها. قد يكون انا اسف انا ما سلمتش على دولي عشان انا مش فاكر. حبيبي يا تامر الله يخليكي، شفتها الصبح وبس انا برضه ما سلمناش على بعض. المهم انا عايز اقول ان في وجهه نظر بتاعتي انا الخاصه عايز اقولها، ايه اللي ادى للي حصل في يناير؟ هل في مؤامره؟ هل الاخوان كانوا عاملين مؤامره مع وسموها بعد كده ثوره؟ هل في ناس اتخدعت؟ هل جمال رأفت ابو الوفا ده هشام طلعت مصطفى فعلا ولا قد يكون لا هو اللي انا شايفه في المسلسل. بص يعني في النهايه بحس المهنة